الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن هو الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء ليس مجرد الحفظ. احنا بنجد بعض الفرق الموسيقية قبل ما تبدأ الحفلة يبدأوا بإيه؟ بالبركة. هيقروا ربع قرآن في السهرة؟ ما ينفعش يقروا قرآن في السهرة، لأن قرآن السهرة ده لما يكون فيه ميتم لا يمكن أبدا فرح يبتدئ بالقرآن، لا يمكن. أمال يبتدأ القرآن بإيه؟ لما يكون واحد مات. يعني لو شفنا كده ناس مجتمعين وواحد بيقرأ القرآن، مين اللي مات؟ على طول. طب نعم، بس احنا عاوزين بركة، وما ينفعش القرآن. فتفتقت أذهن أو أذهان المتدينين اللي بيحبوا البركة، يعني إن يبتدئوا حفلات الأفراح بماذا؟ بأسماء الله الحسنى. وطبعا لا بأس بأسماء الله الحسنى أن تقال على الطبل والمزمار، لا بأس، ودي بركة عشان ربنا يبارك في الفرح وفي العريس وفي العروسة، ويقيهم شر الأشرار والعين والسحرة الفجار، فالأمور تمشي. فنقول 99 اسم كده، وحافظينهم أحسن من كثير من الإخوة. يعني لو جبنا الإخوة كده، تعالى أخي فلان كده 99 اسم، يدوبك يقول 10 15 وكفاية رضا عليه. بينما هذا الطبال والزمار يحفظهم جميعا. فهذا الإحصاء هو الحفظ. وإن كان بعض أهل العلم قال إن من معاني الإحصاء الحفظ، ولكن لا يقصدون بالحفظ الاستظهار، وإنما يقصدون بالحفظ الصيانة، الضبط، إن احنا نصون هذه الأسماء. حتى لو أنت استظهرتها لا بأس، ولكن الأولى أنت إيه؟ إن أنت تعمل بمقتضاها. يبقى عندما نقف على اسم من أسماء الله نعرف معنى الاسم ده إيه، ونطبق هذا الاسم، نطبق مقتضى هذا الاسم.